بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. لكل رحلة نهاية، حتى حياتنا ليها نهاية. يا رب اكتب لنا في النهاية جنة النعيم، وارزق عبادك قبل الموت توبة، وثبتهم على الصراط المستقيم. هنسكن جنتك بشفاعة نبيك وبرحمتك لينا يا رحمن يا رحيم. جنة عرضها السماوات والأرض، رتبتها وزينتها بقدرتك يا عظيم. جنة بلا حزن ولا مرض، بلا فقد ولا ألم، لكل مؤمن قلبه سليم. جنة نعيمها أعظم وأكرمه، في لحظة تجليك على أهلها بوجهك الكريم. سلام قول من رب الرحيم، هو سلام الله على عباده لما يتجلى وينظر لأهل الجنة. أعظم لقاء ممكن يحصل للإنسان هو لقاء ربنا سبحانه وتعالى. يا رب يكتبها لنا كلنا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم ونقول إيه اللقاء اللي هيتم بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى يوم الموقف العظيم. هيكون معانا إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. هريرة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل إحنا هنشوف ربنا ولا لا؟ نعم، فكانت إجابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول قال لهم انتوا بتشوفوا الشمس في عز النهار؟ نعم يا رسول الله. طب حد فيكم ما بيبقاش شايفها؟ لا. طب بتشوفوا القمر ليله البدر، يعني ليله 14 وهو مكتمل؟ هو كامل. نعم هو كامل. قالوا نعم يا رسول الله. قال فانكم سترون ربكم يوم القيامه وفي الجنه كما ترون القمر ليله البدر. الحديث بقى يكمل، وما من احد في المجلس الا حاضره ربه، كلمه مباشرة. كأن سبحان الله، من الشيء العجيب انه واحنا بنزور ربنا واحنا عدد كبير، الزيارة بتبقى كلنا كل اهل الجنة ولا كل حد على حد؟ اكيد كل ممكن يبقى مجموعات. ما عندناش تفصيل قوي في النقطة دي. لكن هنزور ربنا، هنزور ربنا. الكيفية وازاي، في كيفية الزيارة، انما المجموعات الله اعلم. ممكن اهل الجنة كلهم يشوفوا ربنا في وقت واحد، زي ما اهل الارض بيشوفوا الشمس. وارد جدا اذا كنا احنا كلنا مثلا اهل مصر كلهم الشمس في عز الظهر كلنا شايفينها ولا لا؟ وكلنا شايفينها كويس جدا، محدش محجوب عنها. فما من احد الا يكلمه ربه ويحاضره ربه، وربنا يقول له اتذكر يوم كذا، ربنا بيكلمه لك فاكر، ربنا يفكرنا ببعض الاشياء اللي عملناها في الدنيا الحلوه والوحشه. الحلوه اللهم لك الحمد، والوحشه ليه بقى؟ والوحشه فنقول يا رب الم تغفر لي. فربنا بيفكرني بنعمته، بالمغفره. بمغفرتي لك بلغت منزلتك. ثم واحنا بقى بنتكلم مع ربنا، تغشانا سحابه جميله تمطر علينا مطر اطيب طيب شمناه، طيب جميل، برفان حلو، عطور جميلة نزلة من السحابة. ثم يقول الله عز وجل قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة. تفتح مكان نلاقي نفسنا في سوق تحفه الملائكة، فيه أشياء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من الثياب والطعام، شيء عظيم جدا ولا يتمنى. حياة. نعم حياة، حياة كاملة طبعا، حياة وأكل وشرب وثياب وزيارة وبيوت ومساكن وغرف وقصور، هنقول كل ده تمام. فكل نيجي داخلين السوق كده، إيه العظمة دي وإيه الحلاوة دي؟ لا ينظر أحد إلى شيء ويتمناه إلا يأخذه، لدرجة إن أنا لابس ثياب جميلة قوي، فأرى ثيابا سبحان الله ما رأيت مثلها، مجرد ما أتمناها لإني لابسها. والتمن؟ لا، بلا شيء، بلا ثمن. لا، ويحمل لنا ما نتمناه. يعني تخيل كده لو أنا في زيارة حد كبير جدا جدا ومشي معايا اتنين تلاتة اللي الشيخ نفسه فيه، هم يحملوا، أنا مش هحمل، هم يشيلهولي ويتحط في العربية يتوصلني لحد البيت، ولله مثلا نفس الكلام. فيحمل لنا ما نشتهيه. ثم نعود إلى أزواجنا وبيوتنا فيقولون سبحان الله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا وطيبا، ده انتوا ازددتوا حلاوة. فأنا لما أرجع لزوجتي ألاقيها ازدادت جمال، والمفاجأة إيه؟ زوجتي في الجنة، في زوجة من الحور العين، وزوجتي اللي كانت معايا في الدنيا تبقى ست الحور العين. أي زوجة بقى فيهم؟ لسه يعني هنقول الكلام ده. طب خلينا ناخد التليفون عشان أنا عايزة الدليل. نعم حاضر. أستاذ سامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير، اتفضل. حضرتك دلوقتي أنا متجوز بقالي 38 سنة. تمام. وعندي
ستي توفت من شهر 3 اللي فات. بقاء لله، ربنا يرحمها يا رب. انا لا عارف امسك نفسي بالليل ولا بالنهار ولا في الصلاه ولا في اي حاجه. عايز اشوف لحل انا الموضوع ده، لان انا مش سامع الصوت. هو متجوز بقى له 36 سنه مش 38 سنه. ممكن نعلي الصوت شويه يعني منه او من الاستوديو؟ هستأذنك بس علي صوتك شويه. هي زوجته توفت شهر 3 اللي فات، فهو من ساعتها هو حزين عليها ومش قادر يتمالك دموعه ويخرج من حاله. في الصلاه وفي كل وقت يعني. تمام. وانا عندي 65 سنه. تمام. اعمل ايه بس مش ليه لحل يعني. تعمل ايه في ايه يعني؟ لزوجتك التي ماتت ولا في حالك؟ لا يعني هو عايز في حاله الحزن اللي هو في موت 38 سنه برضه. مش عارف اطلع منه، مش عارف اطلع منه. وبعدين في الصلاه وفي النوم في اي وقت، ماشي بالعربيه، ماشي باي حاجه، بسوق اي حاجه، قاعد في البيت تعبان يعني. فمش قادر استحمل يعني، لان هي كانت الله يرحمها غاليه قوي. الله يرحمها، ثابت سيرتها الحمد لله. وحب. بتضحك على ايه بس يا شيخ رمضان بس؟ يا صلاه النبي عليك يا حاج سامي، الله العظيم. هو الشيخ رمضان فرحان انه في وفاء اليومين دول. أيوة من طبعًا. الزوج لزوجته يعني. ده طبعًا. حضرتك بتتكلم عن معنى من اجمل المعاني اللي ممكن اي حد يعيشها. انا عارفه انه اكيد الفراق مؤلم وموضوع مؤلم جدا بالنسبه لحضرتك، ولكن ربنا يبارك لك يا رب ويرحمها، لانها اكيد قدمت حاجات كتير قوي حلوه معاك عشان تسيب ذكرى طيبه كده قوي. انا لو مش حرام والموت بي 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 يعني بيختار، اقول لهم انا اللي موت مش هيك. اللهم صل على النبي. والله يا صلاه النبي عليك يا حاج اسامه. يا حاج سامي حاضر يا فندم، ربنا يرضيك. والله الواحد بيفرح ويتبسط قوي لما يشوف نماذج حلوة قوي كده يعني. أكيد هي كانت زوجة صالحة، وكانت واخدة بالها منه ومن بيتها، وقدمت كل شيء طيب عشان يبقى ده إحساسه بيها. شوف يا حضرتك، وأكيد هو معدنه كمان، معدن طيب. طبعا طبعا يعني معدن عظيم كده. تحياتي ليك. انا عارفه ان انت فرحان قوي. انا واخده بالي. مش ملاحظه كده؟ واخده بالي. اولا انا فرحان، احنا كنا بنزور ربنا جل وعلا في الجنه. فطبعا فرحان وطاير من الفرح. تاني حاجه انا بتبسط قوي لما الاقي عينات ونماذج يحتزى بيها. يعني الحاج سامي ده نموذج وزي ده تاني نموذج. فاكر الحاج عصام؟ طبعا قلت له رفعت راسنا. بالظبط، رفع راس الرجاله كلهم الحاج عصام. الحاج سامي انا بقول له يعني تحيه يعني وتعظيم سلام ليك يا حاج سامي بجد. ربنا يكتر من امثالك، وربنا يصبرك ويرضيك ويربط على قلبك يا رب في الجنة. وبعد عمر طويل وعمل سديد وصحة وعافية تقابل ربنا وتبقى زوجتك في الجنة. الجميل بقى، وده ان شاء الله هنقوله بالتفصيل. خدت بالك؟ هو انا قفلت سؤالي وانا معرفش مكالمة والله استاذ سامي، وانا بقولك انهي زوجة بقى فيهم اللي هتبقى في الدنيا في الجنة؟ اولا احنا عندنا كذا نص. منهم نص ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انه الزوج هيبقى مع زوجته في الجنة. تمام. زوجته في الجنة. بس المفاجأة في ايه يا جماعة؟ ما تطبقوش اللي هنا يعني. ممكن يبقى فيه بعض الازواج بينهم بعض مشاكل وحزازيات والشيخ انفصلوا. ما هو كانوا بيقولوا انه الزوجة اللي هتبقى في الجنة هتبقى اول زوجة كانت في الدنيا. لا، ما احنا عندنا برضو نصوص تانية لهم فيها ما يشاءون. يعني اقصد لو في واحد متجوز اتنين، تمام، هيبقوا الزوجتين معاه طبعا. وراك ولا طبعا فيه. وكمان ما هي مش زوجه واحده اصلا. خلي بال حضرتك في الجنه وعندنا نصوص واحاديث ان الرجل يعطى قوه 100 رجل في المأكل والمشرب والجماع. تمام. وهيبقى معاه زوجات من الحور العين، ولو متجوز واحده واثنين من الدنيا هيبقوا معاه. ومفيش بقى لا حسد ولا غل ولا حقد ولا ضغينة ولا غيرة. ونزعنا ما في صدورهم من غل. مفيش بقى الكلام ده خالص. اللي احنا شايفينه هنا ده مش موجود في الجنة خالص. الكل على قلب رجل واحد، الكل فرحان والكل سعيد. مفيش حزن، مفيش زعل، مفيش ضغينة، مفيش كلام، مفيش الكلام ده خالص. احنا في سعادة تماما. الزوجة بيبقى جوزها رايح لزوجة تانية كأنه رايح يود أمها من الجمال. مفيش الاحاسيس والمشاعر الموجوده عندنا في الدنيا. طب لو الست اتجوزت مرتين؟ عندي نصين، هي لاخر ازواجها او ما تشاء.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم تختار ايه المشكله اللي واللي ما اتجوزتش في الدنيا تتجوز في الاخره. هل تتجوز من اللي كانوا ما اتجوزوش في الدنيا؟ وارد. هل تتجوز حور عين لها في الجنة؟ المانع. ربنا بقى هل ربنا هيكافئها على انها ما كانش ليها زوج في الدنيا بالزبط. فيبقى ليها الاختيارات. لا والجمال اللي ما كان اللي كان ليها اولاد في الدنيا هيبقوا معاها في الجنة. طب واللي ما كانتش بتخلف في الدنيا هيبقى عندها اولادها في الجنة. طب اللي نفسها تحمل وعند كل ده له ادله. ولو راجل ريفي يعني شوف الجمال في الجنه ايه. راجل صعيدي كده جميل زي ابويا وزي مزاجه او متعته ايه، يقعد كده تحت الشجره بتاعته الحلوه وقدامه زرعته وهي بتكبر قدامه والميه نازله فيها وراكيه النار وحاطط فيها كوبايه الشاي وجنبه الاكل والميه البارده الجميله وقعدته دي عنده الجنه. طب انا عايز دي في الجنه يا رب. يلاقيها العدل يلاقيها. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري راجل بيقول له يا رسول الله او نزرع في الجنه، والرسول كان في الوقت ده زعلان شويه تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استاذن رجل ربه في الزرع في الجنه. نفسي يا رب ازرع. هو مزاجه كده الرجل الصعيدي كده وزرعته او الفلاح وزرعته ومتعته في ده، ايه المشكله؟ فاستاذن ربه في الزرع فربنا سبحانه وتعالى يداعبه. اولست فيما تحب، اللي نفسك فيه انت موجود فيه. قتل الانسان ما اكفره، يعني ما فيش حاجه ماليه عن الانسان ليه؟ ربنا بيدعبه يعني يقول له يا رب احب الزرع، فربنا يقول له دونك فازرع. فسبحان الله الزرع ويطول ويثمر امام عينيه. وده يخليني اسال حضرتك هيبقى لينا عمل في الجنه ولا لا؟ بس استاذنك ناخد التليفون. حاضر. مدام ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. معلش ممكن اسال الشيخ على حاجه؟ اتفضلي مع حضرتك. لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا ليا 5 اخوات وانا اختهم الوحيده. فهم ليا اخ كان حنين عليا قوي، حنيه الدنيا كلها فيه عليا من قبل ما يتجوز. والدتي الله يرحمها قبل ما تموت وصيتهم عليا. وانا ظروف ربنا يعلم بيها كان بيرضيني وكان يدي فلوس لعيالي وكان يجيب لي حياته ويديهالي وكده. فمراته كانت بتتضايق قوي لما بيعمل معايا كده. انا جيت في مره قاعده عندهم في الشقه عملت مشكله معايا من غير سبب، كنت يعني مش عارفه طلعت بطريقه فظيعه ليا. خليته اللي هو يخاصمني وقطع معايا ازيد من سنه ونص. انا جيت بسبب موضوع الكورونا انا وعيالي في المستشفى، لقيته كلمني واتصل بيا وقال لي حقك عليا ما تزعليش وصحيني. قلت له ما فيش اي حاجه، احنا اخوات وما فيش اي حاجه. يا دوبك انا اتحجزت قبل رمضان باسبوع وخرجت في نص رمضان. ما فيش حوالي شهرين كلمني فيه وبقى كويس معايا، وبعد كده قطعته. ليه وليه اللي انا ما سمعتش تليفون الرقم تليفونها وهي بترن عليا؟ قعدت تتكلم عليا وخليته اللي هو خاصمني وقطع معايا تاني. فانا تعبت من اللي هو بيعمله معايا، تعبت من اللي هو بيخاصمني لخاطرها، تعبت اللي هو مثلا. طب وهو كان الاول بيعمل كده؟ لا قبل ما يتجوز ما كانش بيعمل كده. يعني ده حصل من بعد ما اتجوز. عمره ما خاصمني قبل ما يتجوز، عمره ما عمل معايا كده. فهو رن عليا وقال لي انا مش هخسر بيتي بسببك ومش هخسر مراتي بسببك. طب هي بتعمل مراته بتعمل كده ليه؟ مراته بتعمل كده عشان انا ظروفي وحشه وهو بيراضيني. بتقول له لا احنا اولى يعني. ايوه وهو مبسوط. طب حضرتك عرفتي منين ان هي بتعمل كده او ان هي بتقول له احنا اولى؟ او اللي عرفني بعملها اللي هو لما كان بيديني فلوس قدامها كانت هي بتتضايق. كنت انت بتحسي من رد فعلها؟ ايوه كانت بتتضايق. هو برضه مش المفروض انه يديها قدام مراته؟ كان بيتضايق والله. حتى انا كنت بعيط يعني. كنت بعيط بقول يعني الظروف اللي تعمل كده بلاها منها، انا مش عايزاها، انا مش عايزاها، مش عايزه اخ يعمل كده. فكان بيصعب عليا هو يعمل معايا كده. تفرق اكتر ان امي ماتت وهم موصيهم عليا وهم ما بيسالوش عليا. يجي عيد حد بيخش عليا. هم كلهم مش بيكلموكي؟ لا هو ما فيش الا الكبير اللي بيكلمني. طب والتانيين ليه مش بيكلموكي؟ التانيين واحد كنا زعلانه انا وجوزي، لقيته جاي عايز اتخانق مع جوزي وكان هيخرب عليا. انا كنت واخده قرض عشان اشتري شقه. اللي هم الشقق التقديميه.
فانا خدت كارد عشان اشتري شقه. فالكارد هو جوزي كان رافض موضوع الكارد. تمام. جوزي قال لي حرام، انا مش عايز ان انا اجيب كارد. فانا قلت له مش حرام، اصل انا مش هاكل بيه. وانا برضه سالت واحده شيخه كنت بروح لها، قالت لي لا، ادام انت هتعملي فيه حاجه بعيد عن الاكل والشرب مش حرام. بس جوزي كان رافض. فجه موضوع الشقه، لما اترفض الورق اترفض والشقه اترفضت، ولقيت جوزي بهدلني، قال لي انت السبب، انت السبب فاخدني الكارد، انت اللي عملتي فيا كده. قلت له انا مش ذنبي، انا كان نفسي اقعد في شقه منتي بدل كل ما سنه بعذب كل الشقه عذب. طب اخوكي ايه علاقته بقى اللي هو ما جيت خانق ده، ايه علاقته بالموضوع ده؟ كان جاي بالصدفه، كان في الشارع عندنا مع واحد صاحبه، فجاي بالصدفه يسلم عليا، فلقى بيتخانق معاكي. لقاني قاعده بعيط وهو شوطه عليا، قام يتخانق يقول لي قومي قومي. طب ده يعني انت ده هو انت يعني هو صعب عليه اللي بيتعامل فيكي، يعني ده معناه انه بيحبك. صعب عليا، هو صعب، مش داخل عشان يخرب عليكي بقى. لا، هو اسلوبه كان وحش، قومي وقعد يزعق معاه. ما هو ده من كتر ما هو زعلان عشانك على فكره. هو كان زعلان، بس في حاجه اسمها صلح. انا معايا اربع عيال، هروح فين؟ انا فين بالاربع عيال؟ مفيش حد هيستحملني، وانا عارفه اخواتي وحرمهم، انا عارفاهم مش هيستحملوني. طب انت سؤالك ايه دلوقتي؟ انا سؤالي اللي انا مقاطعه اخواتي ومش عايزه خلاص، عشان هم اللي بيعملوا فيا كده. ربنا يحاسبني، هو ربنا يحاسبني على حاجة زي كده. حاضر حاضر، تابعينا يا مدام أي. طيب ناخد أم خالد. أم خالد سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا أستاذة لميا؟ الحمد لله بخير. أنا مبسوطة جدا جدا والله يا أستاذة لميا إن أنا سمعت صوتك، و يبارك لك يا رب. سعيدة جدا بصوتك. ربنا يخليك يا رب، نورتينا. وبحب الدكتور رمضان قوي 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 في الله، وكل يوم انتظر البرنامج بتاعك دوت، واسيب كل اللي فيدي عشان اشوف حضرتك والدكتور رمضان. يا رب يبارك لك، نورتينا يا ام خالد. الله يخليك، الله يخليك يا استاذه لميا. اتفضلي. سؤالي، انا والدتي كانت ماتت في حادثه وراحت المستشفى وماتت، ويعني ماتت يعني يعني ربنا يرحمها يا رب. الله يخليك. يعني احتسبها عند الله شهيده. عايزه اسال الدكتور رمضان، هل هي شهيده؟ هي توفت في حادثه ازاي؟ كانت يعني كانت هي سايقه عربيه، ولا كانت راكبه عربيه، ولا وهي بتعدي الطريق، ولا لا إيه؟ هي كانت رايحه مشوار، فبتعدي الطريق عشان تركب، فدست عليها عربيه كده بالطول. يا رب يا ساتر يا رب. وراحت المستشفى وماتت، فنحتسبها عند الله شهيده. فيا رب الدكتور رمضان كده يريحها. حاضر حاضر حاضر، تابعينا يا ام خالد. طيب خلينا نجاوب ايه الاول، وانا بقعد اقول ايه، انه الاهل لما بيتدخلوا في النهايه الاثنين يتصالحوا، وتفضل كلمه الاهل او موقفهم او اي شيء حصل هو الغلط. مظبوط، والله هو الإجابة في رسائل. الرسالة الأولى، يا ريت يا جماعة أهل الزوجة ما يتدخلوش في وسطيهم إلا لما الزوجة تجيني. يعني أنا بنتي جوزتها، أنا ما بدخلش بينها وبين جوزها، لكن لما تجيني بيتي لا تعالى بقى، إيه الموضوع بالظبط؟ تمام. وبرضو بالحسنة، من غير، لأنه تدخل الطرفين بيكبر الموضوع. الموضوع طول ما هو بينهم هما الاثنين بالظبط بيبقى ملموم. فعلى الزوج انه يحفظ سر زوجته، وعلى الزوجة ان تحفظ سر زوجها، لانه فيه كتير من الزوجات والازواج، ستات ورجالة، مجرد ما يحصل خلاف التليفونات بيشتغل، والموبايلات دي خربت البيوت، والسوشيال ميديا دمرت الاتصالات والعلاقات. يبقى رقم واحد، ياريت ما نتدخلش. رقم اثنين، ياريت نحفظ الاسرار. رقم ثلاثة، الاستاذة آية اللي قالته، انا محتاج اسمع الطرف الثاني، لان انا برضو انا مش شايف هم اساءوا اليها في ايه. يعني اخوها بيخايف عليها وبيقول لها قومي، ده اقوى من والثاني بيخصمها، بتخصموه ده حنين، لا ده مش حنين، بيساعدها فزوجته مش عاجبها بالظبط. فانا محتاج ان انا اسمع الطرفين، لكن في النهايه هي ما تقطعش حد. الله ينور عليك، اختصرت الموضوع مظبوط، ما تقطعش. لا، ونقطه تانية، هو انا مرات اخويا زعلانه من ايه؟ احاول اشيل سبب الزعل، اصل كل حاجه في الدنيا لها سبب. مفيش حاجه اسمها زعلانه مني من غير سبب، مفيش الكلام ده اصلا. مفيش حاجه في الدنيا ملهاش سبب، كل حاجه في الدنيا لها سبب. لازم في موقف منك، لازم في كلمه منك، لازم في تصرف منك،
طبيعي. انت لست ملك وهم شياطين ولا العكس. بالزبط. ده مهم قوي. بالزبط. فانا محتاج ان انا اعرف هي زعلانه ليه، واخويا اللي حنين عليا زعلان ليه، وقال لها انت مش هخسر بيتي علشان خاطرك. اه بالظبط. لا وتاريخه من الحنيه والجدعنه ما يضيعش لمجرد موقف. بالزبط. خالص. فانا محتاج ان انا لا اقاطع، لانه يا جماعه قطيعه الارحام خلي بالكم، والله العظيم الدنيا ما سهله ابدا الا الارحام، الا ممكن نعمل حلقه داء ودواء. عقوبه القاطع وثواب الواصل. لكن تخيلوا يا جماعه قاطع الرحم ملعون، يعني مطرود من رحمه الله عز وجل. قاطع الرحم ملعون. هل صحيح ان الرحم معلقه بالعرش وربنا يقول من قطعها قطعاني ومن وصلها وصلها؟ الله ينور، حديث صحيح والنص اللي حضرتك قلتيه. وربنا قال للرحم كده شققت لك اسما من اسمي. خلي بالك الرحم لما نزود نون تبقى ايه؟ الرحمن. يبقى الفرق بينهم في بعض ايه؟ نون. اللي يصل الرحم يصله الله، واللي يقطع الرحم يقطعه الله، واللي يقطع الرحم ملعون. ناخد دليل. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله. فلنتق الله في ارحامنا. الموضوع مش سهل خالص. الشيطان بقى ورؤية النفس ومزاجي. لا لا يا جماعة، قاطع الرحم لا تنزل عليه الملائكة. قاطع الرحم لا تفتح له أبواب السماء. قاطع الرحم لا يستجيب الله دعاءه. قاطع الرحم لا يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني مع أول الداخلين، أو جنة معينة أعدها الله للواصلين. صلوا أرحامكم، صلة الرحم سبب في عمران البيوت، صلة الرحم سبب في سعة الأرزاق، صلة الرحم سبب في رضا الله، صلة الرحم تدخلنا الجنة. جزئية تانية عايزة حضرتك تتكلم فيها، والأخ اللي بيود أخته أو أمه أو أبوه، وأنت عرفت كده أنا هتكلم فيه. مظبوط جدا. ويبقى يعني بيدي أولاد أخته قدام مراته، قدام أولاده، يدي أمه قدام مراته، قدام يعني مش هنقول الأولاد، أنا حتة الأولاد بالتحديد إنه لما يبقوا الأولاد قدام بعض، يا أولاد أخته ولاد أخوه قدام أولاده، أو يعني العكس. والأخت يعني أنا بحس إن الحاجات دي تخص الزوج وأهله. إذا كانت الزوجة طيبة وكريمة ومقدرة ده، فيعني حتى ده يبقى بينه وبينها ما يبقاش قدامهم. تمام. لأنه ده فيما بعد بيبقى القلوب ممكن تتغير الله ينور. اولا لازم اراعي ماء وجه طبعا امي واخواتي، وابقى مكرمهم قوي وكاني ما بدلهمش، عشان احافظ على قيمتهم قدامها. النقطه الثانيه، انا كراجل قياده للبيت، هو انا كل ما كح لازم زوجتي تبقى عارفه؟ لو هي من النوع العاقل ورزينه وتمام، حتى لو عارفه يبقى بينها وبينه والاطراف التانية ما تبقاش عارفين انها عارفه. خلي بالك واشوف رد فعلها. لو جيت في يوم من الايام حسيت بنظره منها لحد منهم، لا شكرا. بالزبط. انت لك ما تريد، بس بشرط ما اثرش في حق بيتي واولادي. طبعا فهمان فهماني حضرتك. فانا كراجل لازم يبقى لي فصل ما بين الامور. امي واخواتي حاجه، وزوجتي واولادي حاجه، دول لهم حقهم ودول لهم حقهم. والفصل احيانا يقلل من الاحتكاك. والاحتكاك لما يحصل كتير يكتر المشكلات. فكون قائد وافصل هذه امك وهذه زوجتك، هذه لها حق وهذه لها حق. صحيح. طيب نجاوب السؤال الثاني بتاع ام خالد. هي والدتها اتوفت وهي بتعدي الطريق وعربيه خبطتها، ربنا يرحمها يا رب. هل كده تبقى شهيده؟ اللي هي حصل لها حادثه، حصل لها حادثه والدتها توفت. دي جميله قوي. هقول لك مفاجاه حلوه قوي. اتفضل. اللي مات في حادثه عربيه شهيد. وسؤال برضو اتسالته وعايز اجاوب كده واطمن اللي سالوني، اللي صعقته الكهرباء شهيد. فهم؟ طب واللي مات في عمله شهيد. نقول ادله؟ اتفضل. ولا حضرتك تقولي الادله؟ لا لا. طيب نمشي واحده واحده وقولي لي الدليل. اللي صدمته عربيه شهيد. اقول لحضرتك الدليل؟ نقول الدليل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقصته دابته فهو شهيد. وقصته يعني ايه؟ ضربته الدابه. اللي احنا بنقولها كده بين قوسين رفصته. الصدمه بتاعت رجل الدابه قتلته شهيد. العلماء قالوا ده صدمة رجل الدابة لا تساوي شيء مع صدمة ايه؟ السيارة. فقاسوا عليها ان من صدم، وفي نص كده انه من صدم فهو شهيد. ادي الدليل. يبقى يا جماعة اللي مات في حادثة عربية شهيد، ادي واحد. طيب اللي صعقته الكهرباء شهيد ليه؟ عشان برضو خد نفس يعني هي نفس القبضة او الصدمة اللي خدها ولكن بطريقة تانية. ادي واحدة. هو صدم اصلا. لا وحاجة تانية، هو ذاق الحرق والمحروق ايه؟ شهيد. اللي حرقته النار شهيد. فيبقى يا جماعه اللي صعق
شهيد، صعقته الكهرباء شهيد، اللي مات غريق مات في المية شهيد، اللي صدمته عربية شهيد، اللي وقع من فوق البيت فمات شهيد. والشهيد ده بقى يزوج من الحور العين ويشهد كرامته عند الله ويشفع في 70 من أهل بيته، والسبعين رقم لا عدد له، يعني ممكن يشفع في 200 في 300 في 400، لأن العرب زمان كانوا يستخدمون مصطلح 70 فيما لا حصر لهم. عارف حضرتك لما أكون إيه اتصلت بك كتير عايز أبلغك معلومة، فأقول لحضرتك أنا اتصلت بك مليون مرة مش مليون. فربنا يقول لي سيدنا النبي إيه لعن المنافقين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم إيه 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل القضية تم؟ كان سيدنا النبي استغفر 80، إنما العدد 70 عدد لما لا نهاية له. فدي بشارة عظيمة جدا للناس. طب حضرتك بتقول انا سالتك قلت لك اللي طب اللي بيعمل اللي في دليل ولا بلاش دليل؟ لا انا عايزه دليل. الله ينور على سعادتك. النبي صلى الله عليه وسلم الموظف اللي طلع من بيته عشان يدور على لقمه عيشه وياكل ولاده وياكل زوجته ويعفف نفسه، سواء بيعفف نفسه او يعفف ولاده او يعفف زوجته ويكفي نفسه ويكفي زوجته واولاده، اذا مات شهيد. طب اذا رجع باجر وغنيمه. ناخد ادله كتير جدا. الدليل الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم العامل اذا استعمل، الموظف لما يستعمل اخذ الحق واعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله. ادي واحد. اتنين، واحد معدي كده على الصحابه عضلات قوي، تحب المؤمن القوي مش ماشي كده، لا ده مؤمن قوي كده ماشي يهد الأرض بقوته بالله عز وجل من غير تكبر. فبيقول لو كان هذا في سبيل الله، القوة دي لو يجي معنا جاهد كده ويمسك السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوسع الدائرة، قال إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، لو طلع يشتغل عشان يأكل أبوه وأمه. إن كان خرج يسعى على زوجته فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على أولاده فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. يا سبحانك. وهرجع تاني للسؤال اللي كنت بقوله لحضرتك، احنا بقى لينا عمل في الجنة؟ اي عمل؟ عمل كتكليف من الله ولا عمل مزاج؟ اولا الجنة ما فيهاش تكليف، تمام خالص، مش مطلوب من حضرتك حاجة. طب ممكن انا في الجنة اصلي؟ صلي مزاج. طب ما سيدنا النبي شاف سيدنا موسى مر على قبره يوم الاسراء والمعراج قائم يصلي، زي قائم يصلي يصلي مزاج. ما انا مزاجي في الصلاة، ما فيش تكليف. انا متعتي في الصلاه، ماشي صلي. سيدنا بس النبي بس ما فيش بقى اجر وثواب على الصلاه، خلاص بقى ما فيش الكلام ده، حقك خدته. انت خلاص انت اجرك اخدته، خلاص ما فيش بقى، يعني انت بتستمتع بذلك. سيدنا النبي يرى قصر في الجنه، يقول بينما انا نائم دخلت الجنه، شاف كده انه دخل الايه الجنه، فليه قصر ضخم جدا وعظيم قوي، وجنب القصر واحده من الحور العين بتتوضا. فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، فتذكرت غيرتك فوليته. فسيدنا عمر قال امينك اغار يا رسول الله، ايه الحلاوه دي؟ ده في قصر وفي الجنه. بس احنا بنتوضا مزاج. انا ممكن اتمنى في الجنه ان يكون فيها كتب، احب الكتب جدا، فانا متعتي يكون فيه قراءه، يعني يا رب. حضرتك تقصد ان البني ادم في الجنه هيتمتع بالاشياء اللي كان بيتمتع بيها في الدنيا؟ حاجات اللي بيحبها بالظبط. واحد بيحب الزرع اتمتع بالزرع، واحده ست نفسها تحمل ما حملتش في الدنيا، ربنا يرزقها. بالظبط، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، وتحمل وتلد ولا تجد له ألما، مفيش ألم في الجنة، إنما سعادة بس، وتولد وتخلف هي مزاجها في الذرية، مزاجها عزوة عيال كتير وماله. الجنة يا جماعة حلوة حلاوة. لا وكمان بقى إيه، نعمل زيارات لبعضنا يوم الجمعة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة سوقا يوم الجمعة. طب وإحنا في الجنة هيبقى في أيام؟ مقدر بالبكرة والعشي، مش احنا بنقول لهم رزقهم فيها ايه بكرة وعشي. احنا نعرف مقدار الايام بالحجب واغلاق الابواب، ونعرف مقدار الايام بالنور، لان احنا في نور دائم، في نور طالع من وجه الرحمن جل وعلا. احنا في نور دائم، النور العلماء قدروه كده. عارف حضرتك النور الفضي اللي قبل طلوع الشمس اللي هو لا حر ولا برد، النور الحلو ده اهو ده غالبا هيبقى نور الجنه، نور فضي جميل من بعد الفجر كده، والنسمه الحلوه والروعه الجميله، ونتقابل في سوق الجنه يوم الجمعه. نتقابل كده نقعد على كسبان المسك والياقوت ونتكلم ونفتكر ايام الدنيا. فاكر يا فلان
وباذن الله نتقابل في الجنه ونفتكر البرنامج ده. يا سلام. اه والله نفتكر اعمالنا ونقعد مع بعض. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى الحديث ان الامام مسلم تهب ريح من تحت عرش الرحمن، ريح حلوه قوي جميله ولها برفان كده، لما الريح تقرب لنا نزداد حسنا وجمالا وطيبا. نيجي راجعين بيوتنا، وخلي بال حضرتك انا عايز قصر فيه في الجنه، عايز انا بحب القصور. طب في فيلا، طب انا عايز كومباوند لوحدي في الجنه موجود، طب انا عايز بيت في الجنه موجود، طب انا بحب الخيمه بقى كده والصحراء موجود، طب انا بحب الغرفه اللي فوق كده لوحدها موجود. ودي نطلب من ربنا سبحانه وتعالى يا رب احنا نفسنا في كده. اه طبعا. وتمن عارف حضرتك ممكن والله يبتلك. اليوم الحق الناس يقولوا لنا انت البرنامج كناش بنتفرج على البرامج الدنيا وبقينا نحبها. يعني تخيلي حضرتك ان ممكن حد في الدنيا يشوف بيته في الجنه قبل ما يموت. في الدنيا؟ اه. ازاي؟ عنوان كده، رأت بيتها في الجنه قبل الموت. ازاي؟ حصل. اول واحده علمتنا اختيار الغار قبل الدار، مش احنا بنتعلم اختار الجار قبل الايه؟ اه. علمتنا مين؟ آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، رب ابني لي عندك بيتا. عندك ادي الجار، بيتا ادي الدار. ولما عذبها فرعون كانت روى الامام الحاكم في مستدركه انها كانت تعذب في الشمس، فكان اذا تركوها اظل. تخيلي بقى تيجي جايه الملائكه تظلها باجنحتها ورأت بيتها في الجنه. طب احنا نشوفه ازاي؟ قول يا رب. يا مش رب. يا قالت يا رب يا رب، وقالت رب ابني ليه عندك بيتا في الجنة. اه طب انا ممكن يبقى لي بيت في الجنة؟ انا نفسي يبقى لي بيت في الجنة. رقم واحد، اللي عايز بيت في الجنة يبني لله بيت في الدنيا. اللي بنى لله مسجد في الدنيا او ساهم في بنائه او ساهم في رعايته او ساهم في انارته أو ساهم في خدمته له قصر في الجنة. ادي واحد. اتنين، طب انا هقول لحضرتك النهاردة ممكن يبقى لي ثلاث قصور في الجنة. ازاي؟ تخيل حضرتك لو حد بيجادلني وانا تركت الجدال رغم ان انا على الحق اتبنى لي قصر في الجنه. لو بتكلم مع حد ما اكذبش حتى لو بقول له نكته اتبنى لي قصر في الجنه. ليه قصر بقى في الجنه؟ في اعلى حته في الجنه لما يكون اخلاقي حلوه. اخلاقي حلوه ازاي؟ مبتسم في وش الناس بقول كلمه حلوه. روى الامام احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام. انا زعيم، زعيم يعني ضامن، عارفه يقول الزعيم يعني الضامن. زعمتي انا ضماني. فالنبي يقول انا زعيم بيت في ربض الجنه. شوف بقى التغيير، اصل برضو الجنه ما فيهاش ملل، بس انا عايز اغير. ففي بيت في اسفل الجنه لمن ترك الجدال وان كان محقا. بطلوا جدال، بطلوا ميراء، يبني لك قصر في الجنه. الزوج بيجادل مع زوجتي، يا عم خلاص خلصت. هو احنا انت هتاخد جايزه نوبل يعني؟ ما في ناس بتجادل الاهلي والزمالك بيجادلوا عشان ايه؟ يا عم خلصنا. فاترك الجدال يبني لك ربنا قصر في الجنه. ادي واحده. طب في قصر بقى تاني في وسط الجنه لمين؟ وزعيم بيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. اللي يترك الكذب حتى ولو كان بيهرج تمضهرهم عشان يرجعوا. لازم يرجع شويه. طب وللانبياء كشف لكمالاتهم. وانا كنت اشوف كمال سيدنا النبي وعظمه اخلاقه لولا حادثه ورحله الطائف. بينت اخلاقه العظيمه جدا مع انه ما يعني تعب فيها جدا وابتلي فيها جامد قوي، بس عشان نكشف ايه الكمالات العظيمة. سيدنا داود مات ولده فزعل قوي، فربنا بيقول له يا داود. شوف الحوار بقى، حوار بين ربنا وبين سيدنا داود، اعظم تطمين لكل من مات له ولد. بيقول له يا داود، قال له لبيك يا رب. قال له كم كان يعدل ولدك عندك بعد ما مات ابنه؟ انت زعلان قوي، ابنك كان يساوي قد ايه؟ تخيل بقى احنا بنقول ايه ده ضنايا. فقال له يا رب كان يعدل عندي ملء الارض ذهبا. قال له يا داود لك عندي ملء الارض ثوابا. فقال له يا رب ما جزاء المؤمن الذي يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك؟ قال له يا داود ان البسه رداء الايمان فلا انزعه عنه ابدا. ربنا رحمن رحيم واذا الشخص ابتلي فاعز شيء عنده، واحنا بنقول الضنا، فربنا عنده خير كبير جدا وعوض كبير جدا. نورتني يا فضيله الشيخ، بشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. اشوفكم بالف خير. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم
وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على